تحت رعايتي وحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اختتمت في محافظة بقيق فعاليات التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي تمرين وطن 93. ما يميز هذا التمرين هو استخدام عدد من أنظمة العمليات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل كافة المدخلات وعرض النتائج. التمرين شهد مشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، إضافة إلى مساندة وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة. تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات مع كافة قطاعات وزارة الداخلية في هذا التمرين، والذي يهدف إلى زيادة مستوى جاهزية هذه القطاعات الأمنية وكذلك رفع مستوى التنسيق بين القطاعات الأمنية والتأهب، وكذلك يهدف إلى زيادة مستوى تأهيل وتدريب المنسوبين، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن الغالي. تطبيقات ميدانية تحاكي الواقع العملي في مناطق عمليات حقيقية للقطاعات الأمنية في مواقع أخرى من المملكة هي ما ميز التمرين الذي يأتي في نسخته الخامسة.